السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا. ألف شكر. في الأفراح، في الأفراح في ناس كتيرة بتقعد تفكر هي هتتصور صور الفرح إزاي، وتقعد تدور لها كده على مدخل، وفي ناس كتيرة بتحاول تقدم فقرة في الفرح، العريس والعروسة يعملوا أغنية استعراض بقى عادي يعني. بس الحقيقة إنه مارينا عملت حاجة في فرحها وكانت هي مبسوطة بيها جدا، وغالبا عريسها كمان مبسوط، بس لما نزلت الصور يبدو إن الناس نغصت عليهم فرحتهم. هي عملت حاجة شافتها عادية جدا وشافتها نابعة من حبها لعريسها، بس ناس كتيرة كتير مش قليلين حسوا إنه مارينا بتهين نفسها. مارينا باختصار قدام الناس وهم في الكنيسة وبيعملوا الفرح، بدل ما تقف وتحط ايدها في وسطها والعريس يوصلها النظرة الرومانسية دي ويتصوروا، راحت جابت طشت وقلعت عريسها الجزمة والشراب عشان تغسل رجليه في الطشت. خلينا نكون في حلقة النهاردة مع فقرات ولقطات وآراء هناخدها من جمهور النهاردة بعد الفاصل. عايزة اغسل رجلين الروماني في يوم الفرح. ما تزوديهاش قوي كده يا فوزية. ليه عايز تغسل رجليه في الفرح يا مريم؟ انا بصراحة انا شفت في السيزون ده حاجات غريبة جدا. اللي انت بتعمليه ده قدام الناس. حاسة ان رداد ما بطلش رقص من ساعة ما دخل لحد ما مشي. احلى طبقة واحلى صوت والبنات حابيني موت. طول عمرك بتخدش الحياة العامة. فعلا انا موت في الكاتش والتسريب. عندي احساس ان انتوا وانتوا بتصوروا كنتوا بتهزروا. ظلمتيني. المشهد ده هدد ستات كتير. مش انت اللي غسلتي رجليك في الفرح؟ مفيش حاجة اسمها مساواة ما بين مرأة ورجل. يا سلام. كان ممكن تغسل رجلها هي كمان. هي مراتي مش هتحبني لو انا عملت كده. ما اقدرش احكمهم على ده. بلاش فاتته في الفرح يعملها هنا على الكنبه. اهلا وسهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ اسمك ايه؟ انتوا بتتهموها بالدونيه. قالوا انه حسن الرداد هو اللي سرب فيلم احمد حلمي. ما تنشريهاش على الفيسبوك. ممكن تشير لي اللوكيشن على الواتس؟ حاضر من عينيك. حسن الرداد والبتاعه وعميل لقطر وينزل بقى لابس بقى فانيلا داخليه ولا حاجه. لا في حاجه غلط في المشهد ده. لا 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 بالنسبه معلش كل واحد باور بعرف نفسه. ايه احلى حاجه في برشلونه يا حسن؟ لا 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 عادي. انت ادهم صبري على فكره. انا رحت له فرح مرتين. انت بتعاكس مين هنا؟ خلاص سيبينا بس الموقف.